طبعا نبدأ نعمل ويب ابليكيشن. هنبدأ ندخل على السنترال ادمن بتاعتنا، طبعا نخش بالادمنستريتور بتاعنا. كل اللي انا هعمله هبدأ كرييت سايت جديد، هقول له نيو سايت، هنختار التيم سايت بتاعنا ونبدأ نعمل اي سامبل، مثلا نيو ديمو مثلا، ده التايتل، وهنا الاسم بتاع السايت بتاعنا، هقول له كرييت. خلينا نتعامل مع السايت سيتنج بتاعتنا، هنقول له السايت سيتنج علشان نتعامل مع حاجه اسمها لوك اند فيل. لوك اند فيل يا شباب احنا اتفقنا المقصود بيها ان انا ابدا اغير في البروبرتيز الخاصه باللي اوت بتاعت البيج بتاعتنا. قلنا عندنا حاجه اسمها تايتل اند ديسكربشن اند ايكون، ببساطه ممكن اغير في التايتل بتاعي، ممكن اغير او احط الديسكربشن بتاعي واديت فيه زي ما انا عاوز. عشان كده لو انا عملت اوكي، لاحظوا كده ده الديسكربشن اللي ظهر، وده الديمو اللي كان ممكن حضرتك تقدر تغير فيه. تعال نرجع لها تاني، تايتل. طبعا يا جماعه لو انا عاوز اغير بقى الايكون بتاعت البيج بتاعنا او اللوجو بتاع البيج بتاعنا، طبعا ده الباص اللي احنا محتاجين نحط الصوره بتاعتنا في حاجه اسمها او فولدر موجود في الفارم بتاعتنا اسمه ايمجز. ببساطه يا جماعه هنروح ناخد اي لوجو مثلا اندرويد مثلا اهو، اوكي هاخده كوبي وهدخل على الباص التالي. طبعا هتشوف المكان اللي حضرتك عامل انستليشن عليه، ممكن انا عامل مثلا انستليشن على الجي، لو انت عامل انستليشن على السي هتلاقي الباص ده موجود جواه. هندخل على الجي، هنختار بروجرام فايلز، اوكي اختار حاجه اسمها كومن فايلز، ثم بعد كده حاجه اسمها مايكروسوفت شيرد، ثم ويب سيرفر اكستنشن 14، ثم عندنا فولدر تاني اسمه تمبلت، ثم ايمجز. كل اللي انا هعمله ان انا هحط الصوره بتاعتي، اوريدي انا كنت حاططها قبل كده، هقول له دون كوبي مثلا، اوكي. كل اللي انا هعمله يا جماعه ان هو نفس الباص ده يا جماعه هغير فيه، بدل هغير اسم الصوره بتاعتي لاسم الصوره الجديد اندرويد. طبعا ممكن تدي اي ديسكربشنز، ممكن كمان تغير اسم السايت بتاعك لو حضرتك عاوز زي ما موجود هنا. هقول له اوكي، ظهر عندي اللوجو بتاع الصوره بتاعتنا. عندنا حاجه اسمها الكويك لانش، الكويك لانش مقصود بيها المنيو اللي على الليفت سايد اللي موجود عند حضرتك، نقدر نعدل فيها ونقدر نزود فيها بعض الايتمز. على سبيل المثال لو انا عاوز ازود هيدر زي ده، نلاقي عندنا حاجه اسمها نيو هيدنج، اختار مثلا اي يو ار ال، او طبعا ممكن تبقى بيج زي ما انا عاوز، وطبعا احط مثلا هنا مثلا وليكن اي شير هيلب، اوكي. تيجي تبص تلاقي ظهرت فين؟ على الليفت سايد موجوده عندي. بنفس الفكره ممكن احط فيها بعض السب تايتلز اللي تكون موجوده عندنا، فعندنا حاجه اسمها نيو نافيجيشن لينك، طبعا برضو بتحدد اليو ار ال بتاعك. اي مثلا كلمه، وطبعا هنا بحدد بقى الهيدر اللي انا عاوز احط فيه التايتل ده، اقول له مثلا اي شير هيلب، اوكي. لاحظوا اي شير هيلب ظهر تحتها كاريرز. بنفس الفكره عندنا حاجه اسمها تشينج اوردر، ممكن نغير الاوردر بتاع او ترتيب ظهور، بدل ما انا عاوز لايبريز اول حاجه ممكن اكون عاوز ديسكشن تظهر اول حاجه. على سبيل المثال هقول له واحد اللي هيظهر، اوكي اي شير هيلب هتظهر اول حاجه. دي كانت الكويك لانش. تاني حاجه يا جماعه عندنا حاجه اسمها توب لينك بار، مقصود بيها البار ده ازاي اقدر اضيف فيها بعض الاليمنت. هنلاقي عندنا حاجه اسمها نيو نافيجيشن لينك، اقدر اضيف برضو اي باص او اي يو ار ال عندك، اضيف فيها مثلا ايه كورسز مثلا، اوكي ظهرت عندي. عاوز اضيف حاجه كمان، اي باص سيرتيفيكيشن، اوكي ظهر عندي. كمان ممكن نقدر نغير في الاوردر بتاعنا، ممكن اقول له تشينج اوردر زي ما انت عاوز. واحد مثلا باي ديفولت الاولاني بياخد اقرب فاليو ليه، اوكي
غيرنا ازاي؟ تعالى طبعا نخلي الهوم تبقى اول حاجه. بصوا يا شباب، اتفقنا اي ايكون يبقى عليها رسمه البيبر والقلم ده يبقى معناها ان انا اقدر اديت فيها واقدر اديت، حتى كمان مع الكويك لانش اللي احنا كنا لسه عاملينها دلوقتي ممكن اضغط واقول له هوم اسمها مثلا ايه؟ هوم 2010، وكذلك ممكن اقدر اديليت سيرتيفيكيشن مثلا وافتح عليها مش عاوزها فبقول له ديليت. اوكي، ظهرت معايا دي كانت التوب لينك بار. عندنا حاجه اسمها تري فيو. التري فيو يا جماعه لو احنا وقفنا، طبعا لو احنا وقفنا على السايت اكشنز وقلنا له فيو اول سايت كونتنت، هنا يا جماعه بيظهر كل الكونتنت بتاعت الشير بوينت سايت اللي موجود عندنا. لو انا عاوز الكلام ده يظهر عندي في منيو. اوكي، تعال نرجع تاني، هنلاقي عندنا حاجه اسمها انيبل تري فيو. لو قلت له اوكي هيبدا يظهر لي السايت كونتنت بتاعتي ويظهر لي تري فيو للسايت كونتنت بتاعي. كذلك يا جماعه لو وقفت فيها كان موجود عندنا اختيار تاني اسمه تري فيو، هقول له انيبل كويك لانش. لو انا مش عاوز الكويك لانش بتاعتي دي تظهر هقول له اوكي. يبقى من ثم انا عندي اثنين منيو رئيسيتين، الكويك لانش وعندنا التري فيو بتاعتنا، نقدر نتحكم في ظهور كل واحد. بعد كده يا جماعه عندنا حاجه اسمها السايت سين. ازاي نقدر نتحكم في السين بتاع السايت بتاعنا؟ طبعا زي ما انتم شايفين هنا بيبدا يديلك بعض السينز اللي هي الديفولت اللي موجوده عندك انك تقدر تختارها، والسين هنا مقصود بيه انك تغير الباك كلر، الفوري كلر، الفونت، البودي فونت اللي موجود عندك، اشكال الهيدرز اللي هتكون عندك، الوان الخطوط، انواع الخطوط اللي موجوده عندك، بتختار اي حاجه مثلا واقول له ابلاي، بيبدا يعمل لودنج. ظهر عندنا الستايل ده زي ما انتم شايفين، الوان الخطوط والوان الهايبر لينك عندنا اختلفت. ولكن هنا السؤال، لو انا عندي سين جديد عاوز اضيفه عندي، من الفيتشرز الحلوه قوي يا جماعه اللي موجوده عندنا ان لو انا دخلت على الباوربوينت، لو دخلنا على الديزاين بنلاقي عندنا اصلا ان ملف الباوربوينت اللي موجود عندنا فيه اكتر من ديزاين واكتر من ستايل موجود عندي. طبعا الستايل مش مقصود بيه الصوره اللي ظاهره عندك في الباك جراوند، لون الخطوط، لون الفونت بتاعك، لون الباك جراوند او الستايل بتاع الباك جراوند. عشان كده يا جماعه لو انا عجبني مثلا اي ستايل من دول، طبعا انا ممكن اغير لون الفونت بتاعي زي ما انا عاوز. اوكي، كل اللي انا عاوزه يا جماعه ان انا عاوز اخد شكل الخط، لون الخط، شكل الهايبر لينك بتاعي ولونه هيكون عامل ازاي، والفوري كولر والباك كولر اللي موجود عندي. ببساطه هسيف الفايل ده واختار حاجه اسمها اوفيس سيم كاكستنشن، اوفيس سيم اللي هو الاكستنشن بتاعه تي اتش ام اكس، وهسميه مثلا اي اسم، اي تشير مثلا، وادخل مثلا على الديسكتوب بتاعتي واقول له سيف. طبعا انا سيفت الاكستنشن مش الباوربوينت، ولكن الاكستنشن ده اللي هو تي اتش ام اكس اللي هو اختصار سين يعني. اوكي، من الفيتشرز الحلوه قوي يا جماعه اللي ظهرت عندنا في الشير بوينت 2010 ان انا ممكن اعمل انتجريت ما بين السيم اللي انا عملته على ملف الباوربوينت بتاعي واخده علشان يتضاف من ضمن السيمز اللي كانت ظاهره عندنا. علشان اضيف السيمز بتاعتنا هقول له جو تو توب ليفل سايت سيتنج، هنلاقي عندنا حاجه اسمها جاليريز، هختار حاجه اسمها سيمز. زي ما انتم شايفين دي كل السمات اللي كانت موجوده عندنا، طبعا ممكن اديت وبالتالي ممكن اديليت. طيب انا عاوز اضيف السيمز بتاعي، هقول له اد نيو ايتم، براوز، واختار السيم اللي اسمه وايت شير. اوكي، طبعا هنا ممكن تسميه اسم تاني لان انت خدت الكوبي من النسخه اللي كانت موجوده عندنا على الديسكتوب، وكذلك تقدر تديها اي ديسكربشن. سيف،
كل اللي انا هعمله هعمل باك 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 علشان ارجع للسايت اللي انا كنت موجود فيه. هدخل تاني يا شباب على السايت سي، هنلاقي عندنا السيم اللي اسمه اي تي شير ظهر عندنا في السايت بتاعنا. كل اللي انا هعمله ده من زي ما انتم شايفين، دي الوان الهيدنج، البودي، اليو ار ال بتاعنا، الهايبر لينك، الفولود هايبر لينك. اقول له ابلاي، هيبدا يابلاي السيم اللي احنا خدناه او عملناه على الباوربوينت بتاعنا علشان يتضاف فين؟ على شير بوينت سايت اللي موجود عندنا. وزي ما انتم شايفين ده الستايل اللي ظهر عندنا. مزيد من الفيديوهات زورونا على احمدبهوتي.blogspot.com.